مساء الخير يا فندم. تحياتي لحضرتك يا فندم استاذ عبد الله، وتحياتي للساده المشاهدين. التصريح حضرتك النهارده ممكن يتغير بعد قرار سياده الرئيس بالعوده تاني بمساله مستلزمات الانتاج للنظام القديم؟ طبعا جزئيا، يعني على الاقل هيبقى في تدبير لفتح الاعتمادات للمواد الخام بسعر مناسب بره السوق السوداء. لكن اللي انا عايز بس اوضحه ان انت عارف حضرتك ان احنا تقريبا مسجلين 16,000 دواء، منهم 7,000 دواء هو المتداول. تقريبا 94% من الأدوية بتنتج في شركات القطاع الخاص، و6% ما زلنا 6% في شركات قطاع الأعمال. نعم. وده يعني أنا أعتقد إن هو مش عايزين نكرر المأساة اللي حصلت في 2016 وتوقف القطاع الخاص عن إنتاج الدواء، لأن ده مشروع حيوي وهو الشيء الوحيد اللي في مصر النهاردة مسعر. فمش منطقي ان حد من القطاع الخاص هينتج ويخسر في العلبة مثلا 5 جنيه، فهيتوقف عن الانتاج، وده اللي انا اخفاه. فانا بحذر ان انا بقول ان هو يجب ان تستعيد لجنة التسعير قوتها تاني، انها تسعر الادوية بكوست برايس الجديد، سواء بالسعر طبعا. هنا حضرتك بتتكلم على عدم وجود الدواء ولا على غلاء الدواء؟ المسألة مختلفة تماما. لا، هو الموضوع مش موضوع في حالة غلاء الدواء، ممكن يبقى سعير الدواء تتحرك قليلا في القطاع الخاص، بحيث ان هو نقدر نواكب ان تنتج، لان هي المشكلة دائما بيحصل عجز في الدواء نتيجة عدم الانتاج، وعدم الانتاج بيكون لان شركات القطاع الخاص بتقف عن الانتاج، لان ما بتقدرش. يعني طبعا قرار السيد الرئيس النهاردة هيسهل المهمة كتير، لكن كمان السعر اتغير النهارده من رقم لرقم، زاد 15%. ما اعتقدش ان القطاع الخاص يقدر يتحمل هذه الفروق بالتسعيره اللي موجوده. ايه المطلوب؟ انا اعتقد لجنه التسعير لازم تشتغل بنظام الكوست برايس كما عملت في 2016، ومن أيه. بدري ومن دلوقتي لتفادي اي ازمه قادمه. أيه. يعني المواد الخام في شركات الادويه ما زالت موجوده، لكن انا بتكلم على المستقبل القريب. انا بحذر من حاجه قادمه حصلت في 2016 مش عايزين نكررها. أيه. لجنه التسعير تراجع الموضوع. والله لو السعر مناسب بالمواد الخام والغازات والكوست برايس ما يطلق عليه كوست برايس. انا طبعا بديهي ان لازم، والاهم من كل ده ندعم بقى شركاتنا في قطاع الاعمال. أيه. بحيث انها تقدر تشيلنا في هذا الموقف، بحيث ان هو تقدر تقدم المسائل والبدائل الموجوده، بحيث ان هو ما يحصلش اي مشكله. انا بدي بس نخوض خطر في موضوع ان انا متاكد ان احنا مش عايزين نتعرض للمشكله اللي تعرضناها في 2016. تمام. انا بس ساعات لما باجي اتناقش في الجزئيه دي يا دكتور ايمن، فتلاقي ايه في وجهه نظر تقول لك ايه احنا عايزين القطاع العام هو اللي يشتغل، بعدين تلاقي وجهه نظر تاني تقول لك لا انتوا ادوا القطاع الخاص فرصه. فاهم؟ فالمساله يعني بتبقى ما بين راي، طبعا ما بين راي له علاقه بالقطاع العام وراي له علاقه بالقطاع الخاص. واحنا ما يرضيناش برضو ان القطاع العام يخسر، بس في الاخر طبعا هو دعم للصناعه. نعم. ولازم الصريحة بتاعت 6% حصته في سوق الدواء لازم تزيد، لازم نعمل خطة جيدة. ده للقطاع العام. للقطاع العام. نعم. قطاع الأعمال. نعم. دي شركات وطنية بتاعتنا، وكنا زمان حضرتك يعني لو قلت لحضرتك أسامي شركة سيد والإسكندرية والقاهرة وشركات كانت بتمثل تقريبا 50% من السوق المصري. أيوه. فلازم نعالج ده، لان هي في الفترات دي هي بيبقى السوق مفتوحه والتنافس قليل ومحدش يقدر يتكلم. حضرتك بتدعو او بتقول يا جماعه خدوا بالكم احنا محتاجين انه لجنه التسعير، مش كده؟ اه بالظبط كده، لجنه التسعير للدواء تراجع مره اخرى اسعار المواد الخام وتشتغل مع الشركات بكوست برايس. وعلى فكرة الدولار لا يمثل أكثر من 15% من قيمة الدواء، فالزيادة هتبقى طفيفة، مش زي ما المواطن متخيل. أيوة. يعني لأن بقية القيمة ما بين التوزيع والغاز والمصانع والاستهلاكات والتعبئة والكرتون والحاجات الأخرى.